النهارده هنتكلم فيها عن الانبوت يونت والاوتبوت يونت. الانبوت يونت بنستخدمه عشان نعمل انبوت للداتا، وهنا اخدنا قبل كده تايبس اوف داتا. بعد كده بعد ما نعمل انبوت للداتا بيتعمل لها بروسيسنج بداخل السي بي يو، وعشان تتحول بعد كده بتتحول لانفورميشن بيتم التعامل معاها من خلال الاوتبوت يونت. الانبوت يونت زي الكيبورد، مايكروفون، ديجيتال كاميرا والسكانر. اول حاجة هناخدها الكيبورد، بنستخدمه عشان نعمل انبوت للتر والنمبرز. اهم جزء فيه احنا شايفينه مقسم لاجزاء، اهم جزء فيه التايبنج كيز اللي هو الجزء اللي انا بشاور عليه دلوقتي بالماوس، ودوت بيبقى فيه الليترز from A to Z وبالعربي من ألف لحد حرف ي. النمبر كي البارتيشن اللي على الجنب دوت. الفانكشن كي آخر صف ورا خالص، وفيه هنلاقي كيز from F1 to F12. كل كي من دوت بيعمل فانكشن، يعني F1 equal help، F2 rename، وهكذا. الأرو كي الجزء ده الكنترول كي قدامك اللي أنا عامل عليك كليك دلوقتي. الاندوكيتور كي الجزء ده، الجزء اللي في النص بين النمبر والليتر، الجزء اللي هنا. اديشنال كي الجزء ده، والنم والكابس والسكرول الجزء اللي فوق. المايكروفون بنستخدمه عشان نعمل انبوت للاوديو، صوتك انت حلو وعايز تسمع اغنية بصوتك انت، هتدخله للكمبيوتر ازاي؟ عن طريق المايكروفون. ديجيتال كاميرا لو في صورة جديدة انت عايز تدخلها، تصورتها جديد وعايز تدخلها، هتدخلها عن طريق ايه؟ عن طريق ديجيتال كاميرا، من خلال هتوصل الكاميرا بتاعتك بالكابل للكمبيوتر او عن طريق الميموري كارد بتاع الكاميرا. لو مصور فيديو يبقى هتستخدم كام كوردر. السكانر لو صورة قديمة، صورتك وانت صغير وعايز تنزلها تعملها باك جراوند على الكمبيوتر بتاعك دلوقتي، هتستخدم ايه؟ هتستخدم السكانر. هتحط الصورة بتاعتك في الفلات باد سكانر في الجزء دوت، وهتقفل السكانر. هو من جوه الميكانيزم بتاعه هيعمل سكان للصورة ويحولها من هارد كوبي لسوفت كوبي، هتشوفه قدامك على المونيتور. ده نوع من انواع السكانر. في نوع تاني اسمه هاند هيلد سكانر، دوت بنستخدمه عشان نعمل بيه ريد للباركود بتاع اي برودكت انت داخل تشتريه سوبر ماركت او في الصيدلية، كمان بيكون موجود. بوينتنج ديفايسز وحدات الاشارة اللي انت بتعمل بيها نافيجيت وسيلكت زي ماوس وجويستيك والتاتش باد في اللابتوب وتراكر بول. الماوس اهم حاجة في الماوس، بنعمل فيه حاجتين، في رايت كليك وفي لفت كليك. اللفت كليك بتعمل بيه سيلكشن، رايت كليك ممكن تعمل بيه نافيجيشن اللي انت تعمل موف دراج اند دروب، وبتطلع بيه الشورت كات مينيو. رايت كليك اللي بنستخدمه في سيلكشن، دبل كليك على اي فولدر قدامك تعمل له سيلكت وتعمل دبل كليك هيعمل اوبن. نافيجيشن بتتحرك بيه، تعمل دراج اند دروب موف لفولدر تو انذر فولدر، هو دوت دراج اند دروب ايكوال موف. جويستيك تستخدمه في الجيمز. الاوتبوت يونت
زي المونيتور، سبيكر، برينتر. هناخد اول حاجة البرينتر. لو انت عايز تطبع الصورة اللي انت دخلتها بالكاميرا او دخلتها بالسكانر او الليتر والنمبر اللي انت دخلته بالكيبورد، هتطبعه ازاي؟ هتطبعه عن طريق output unit اسمه برينتر. ده اشهر شكل البرينتر، لكن في انواع تانية كتيرة. المونيتور ده الشكل القديم للمونيتور، دلوقتي بقى في اشكال احدث للمونيتور، اكثر استخدام، اكثر سهولة في الاستخدام. الرؤية بتاعتها عالية جدا، الريزوليوشن بتاعها واضح. السبيكر صوتك اللي انت دخلته عن طريق المايك هتسمعه تاني ازاي؟ هتسمعه عن طريق السبيكر. البروسيسنج يونت وحدة المعالجة هي سي بي يو، مش عايزة اسمع الكيس بقى، اسمها سي بي يو. سنترال بروسيسنج يونت وحدة المعالجة المركزية، سنترال بروسيسنج يونت. بتعمل ايه اليونت ديت؟ اليونت دوت بيعمل بروسيسنج للداتا، يحولها تبقى انفورميشن. عن طريق ايه بيعمل المعالجة ديت ازاي؟ عن طريق سوفتوير كول بروجرامز. يعني انت لما تدخل ليتر هو هيستخدم بروجرام اسمه وورد، يحوله لك الليتر اللي انت دخلته دوت، هيحوله الانفورميشن، هتطبعها عن طريق الاوتبوت يونت اللي اسمه برينتر. يبقى هو كده عمل معالجة للداتا اللي انت دخلتها وحولها لك بشكل اللي انت تقدر تتعامل معاه بشكل مطبوع باستخدام اوتبوت برينتر، اوتبوت يونت اسمه برينتر. ودي تاني اسمها سنترال بروسيسنج يونت، سي بي يو اختصار لسنترال بروسيسنج يونت. يبقى كده الاسم بتاعنا اتكلمنا فيه عن الانبوت يونت، قلنا هنعمل انبوت للداتا، بعد كده هو الداتا دخلت خلاص هيتعمل لها بروسيسنج في السي بي يو عن طريق البروجرامز سوفت وير، بعد كده هتطلع في شكل انفورميشن تقدر ان انت تتعامل معاها عن طريق الاوتبوت يونت.